السلام عليكم، معكم المعلمة مروة من أكاديمية البشائر النموذجية. اليوم هو الثلاثاء 21/4/2020. إن شاء الله سنبدأ اليوم بوحدة جديدة من كتاب اللغة العربية للصف الثامن، وهذه الوحدة بعنوان عالم البحار السحري. أما عنوان الدرس رحلة في عالم البحار. عالم البحار عالم غامض، مهما حاول الإنسان إدراك أسراره فإنه لا يصل إلا إلى جزء بسيط جدا من أسرار هذا العالم. فعالم البحار عالم متنوع، فيه من الكائنات البحرية الحيوانية والنباتية، والإنسان منذ القدم يكتشف كل يوم شيئا جديدا في هذا العالم الكبير الواسع المتناسق الذي يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نبدأ بقراءة الدرس وتحليله فقرة بفقرة. رحلة في عالم البحار. يزخر عالم البحار بكائنات ومخلوقات عجيبة تثير دهشة الإنسان وتحير فكره لما يراه من سحر جمالها وتناسق تكوينها. أولاً، المعاني أو المفردات الجديدة الواردة في الفقرة الأولى. معنى يزخر يمتلئ، وأيضاً معنى دهشة ذهول، ومعنى تناسق انتظام. الفكرة الرئيسية في هذه الفقرة، تحدثت هذه الفقرة عن عالم البحار وما يحتويه من كائنات عجيبة. الفقرة الثانية، إن أول ما يلاحظه المتأمل في عالم هذه المخلوقات ذلك التناسب الدقيق بين شكل هذه الكائنات ووظائفها، فالشكل الانسيابي هو الغالب على طائفة كبيرة منها، وذلك لأنه يساعدها على التنقل والسباحة ويخفف إلى حد بعيد من مقاومة ضغط الماء لحركتها، كما أن الله عز وجل وهبها أعضاء تناسب وظيفتها. فالسمك الطائر مثلا مزود بزعانف تشبه الأجنحة تساعده على مضاعفة سرعته إذا أراد أن يلحق خصمه أو أراد الهروب منه، وبعض الأسماك زود بزعانف تمكنه من الدوران والمناورة بسرعة كبيرة، وبعضها يمتلك جسما مفلطحا يساعده على تحمل شدة ضغط المياه إن كان يعيش في الأعماق. المعاني الواردة في هذه الفقرة، معنى وهبها أعطاها ومنحها، ومعنى المناورة المراوغة، ومعنى مفلطح منبسط. في هذه الفقرة تحدث الكاتب عن التلاؤم بين أشكال الكائنات ووظائفها، فمثلا الشكل الانسيابي يساعد على التنقل والسباحة ويخفف من مقاومة ضغط الماء لحركة السمكة أو الكائن البحري، كما أن هناك أعضاء تناسب وظيفتها مثل السمك الطائر. السمك الطائر مزود بزعانف تشبه الأجنحة، هاي الزعانف بتساعده على مضاعفة سرعته إذا أراد أن يلحق خصمه أو أراد الهروب منه. في هنا أيضا أسماك زودت بزعانف تمكنها من الدوران والمراوغة بسرعة كبيرة، وأيضا هناك أسماك تمتلك جسما مفلطح أو منبسط، هذا الجسم المفلطح يساعدها على تحمل شدة ضغط المياه لأنها تعيش في أعماق البحر. الفقرة الثالثة، وفي عيون السمك ميزات فريدة تتجلى فيها قدرة الخالق الكريم ودقة صنعه، فبعض الأسماك يمتلك كشافا ضوئيا في الجزء الأسفل في كل عين تستخدمه السمكة في إفزاع أي عدو يتجه نحوها أو في التخاطب مع أفراد نوعها من الأسماك، إذ إنها تتحكم في إطفاء هذا الكشاف أو إضاءته ولا تستخدمه إلا عند حلول الظلام الدامس. المعاني الواردة في هذه الفقرة، معنى تتجلى تظهر، ومعنى إفزاع إخافت، ومعنى الظلام الدامس الشديد الظلمة. في هذه الفقرة تحدث الكاتب عن خواص عيون السمكة
ووظيفة الكشاف الضوئي الموجود في الجزء الأسفل من كل عين منها. الفقرة الرابعة، ويستعمل كثير من هذه الحيوانات البحرية وسائل فريدة ومثيرة في التخفي والتمويه، سعيا منها إلى المحافظة على حياتها من الأخطار الخارجية التي تهددها. فمن هذه الكائنات ما يلجأ إلى التلون بلون البيئة التي يعيش فيها حتى لا يسهل على أعدائه التعرف إليه، ومنها ما يطلق غمامة من مادة سوداء تعمي عيون أعدائه كما يفعل الحبار. وقد سمي هذا الحيوان البحري بهذا الاسم لأنه يقذف مادة سائلة لها لون الحبر عندما يعتريه الخوف من عدو يتبعه، وهو يبخ هذا السائل في الماء ليعكره فيضل عنه العدو التابع. ويعد تنين البحر سيد التمويه والتخفي في عالم البحار، فهو يحاكي الطحالب البحرية المنسابة ويتحرك بهدوء متربصا بفرائسه، وبهذه الطريقة يتمكن من الإجهاز عليها أو حماية نفسه من أي خطر يتوقعه. أما إذا أخفق التمويه في حمايته من الحيوانات المفترسة كالقرش والأسماك الكبيرة، فإنه يحاول أن يصد الهجوم أحيانا باستخدام زوائد شوكية حادة منتشرة في جميع أجزاء جسمه. المعاني الواردة في الفقرة الرابعة: معنى التمويه الخداع، ومعنى سعيا محاولة أو محاولة، ومعنى غمامة معنى غمامة سحابة، ومعنى يعتريه يصيبه، ومعنى يعكر يغير لونه، ومعنى متربصا أي أنه مترقب ومنتظر للفريسة أو للعدو، ومعنى الإجهاز عليها قتلها. فهو يحاكي معنى يحاكي يشابه. في هذه الفقرة تحدث الكاتب عن طرق التمويه والتخفي عند بعض الكائنات البحرية مثل الحبار وتنين البحر. فالحبار مثلا يقوم بالتخفي من أجل أن لا يراه الأعداء، فعندما يشعر بالخطر يقوم بقذف مادة سائلة لها لون الحبر. عندما يقوم ببخ هذا السائل في الماء فإنه يتعكر ولا يستطيع العدو أن يصل إليه. وأيضا عندنا تنين البحر، تنين البحر يعتبر سيد التمويه والتخفي في عالم البحار. في الشكل هو يشبه طحالب البحر المنسابة، ولكنه هذا التنين يتحرك بهدوء، وعندما يرى عدو له أو يرى فريسة فإنه يقوم بالتربص لها ومراقبة هذه الفريسة، ولأن حركته هادئة جدا يقوم بالإمساك بالفريسة والإجهاز عليها بسهولة وبسرعة وبهدوء تام. وأيضا إذا قام بمهاجمته مثلا سمكة قرش أو سمكة كبيرة فإنه يحاول أن يصد هذا الهجوم باستخدام زوائد شوكية حادة منتشرة في جميع أجزاء جسمه. عندنا صورة فنية عندما قال ويتحرك بهدوء متربصا بفرائسه. هنا شبه لنا الكاتب الحيوان البحري أو التنين البحري الذي ينتظر الفريسة بالجندي الذي ينتظر العدو. الفقرة الخامسة، وفي قاع البحر تنتشر أحياء بحرية تشكل حدائق ذات بهجة، فالأصداف الجميلة والأزهار البحرية والصخور التي تآلفت مع الأحياء في تكوينات هندسية دقيقة الصنع هي أقرب ما تكون إلى حدائقنا الحافلة بمختلف الأزهار. المعاني الواردة في هذه الفقرة: ذات بهجة، ذات منظر جميل، تآلفت معنى تآلفت انسجمت، ومعنى حدائقنا الحافلة الحافلة المزينة. هذه الفقرة تحدثت عن الكائنات البحرية
وما تشكله من لوحة فنية. عندنا صورة فنية هنا عندما قال وفي قاع البحر تنتشر أحياء بحرية تشكل حدائق ذات بهجة. هنا شبه لنا الكاتب قاع البحر بالحدائق. الفقرة السادسة، وتبدو الطحالب البحرية بألوانها الزاهية في أعماق البحر في منظر بديع، وهي خليط من ألوان الطيف لا يضاهيها في الجمال إلا ألوان الأسماك التي ترتع حولها. في هذا العالم الغريب الذي يسوده سكون شامل وصمت مطبق لا تعكر صفوه إلا ذبذبات منتظمة لحيوان مروحة البحر أو لحيوانات المرجان الدقيق، وهي ترشف غذاءها بواسطة أهداب لا ترى العين إلا أثرها. كم في عالم البحار من سحر وجمال، وكم فيه من آيات تفتن الناظر وتدهش المتأمل وتسحر العيون. المعاني الواردة في هذه الفقرة: معنى زاهية الجميلة، ومعنى خليط مزيج، ومعنى يضاهيها يشابهها، ومعنى ترتع تقيم، وأيضا صمت مطبق أي صمت شامل، معنى ترشف تتناول، ومعنى أهداب الأهداب هي زوائد دقيقة، وأيضا معنى آيات علامات وأمور. هنا تحدث الكاتب عن الطحالب البحرية بألوانها الزاهية، كما تحدث عن الصمت الذي يسود عالم البحار. أما الصور الفنية التي جاءت في هذه الفقرة عندما قال في هذا العالم الغريب الذي يسوده سكون شامل، هنا شبه الكاتب السكون بشيء يملأ المكان. كما هنا أيضا يوجد صورة فنية عندما قال كم في عالم البحار من سحر وجمال، وكم فيه من آيات تفتن الناظر وتسحر العيون. هنا شبه الكاتب عالم البحار بساحر، هذا الساحر يقوم بافتتان الناس وسحرهم.